مشاهدينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من الحوار العربي الأمريكي. 27 قتيلا على الأقل و220 جروح من المصلين والساجدين في بيوت الله كانت هذه الحصيلة للتفجير الذي طال مسجد الإمام الصادق في وسط المدينة العاصمة الكويتية الكويت، بعد استقرار أمني ساد الكويت لأكثر من فترة ليست بالقصيرة منذ حرب التسعين التي خاضها الكويت مع العراق وحتى هذه اللحظة. ما هي الرسالة الموجهة من هذا التفجير؟ أبرز المحاور سوف نتناولها في حلقة اليوم. سوف يكون معي مباشرة من الكويت وعبر الهاتف الدكتور ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج. أهلا بك دكتور معي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. إذا مشاهدينا الكرام، كالمعتاد لدينا تقرير حول موضوع تفجير جامع الإمام الصادق في الكويت، ونعود بكم من جديد. قتل 27 شخصا على الأقل ونقل 25 آخرون إلى المشفى في العاصمة الكويتية جراء هجوم انتحاري استهدف مسجدا للشيعة أثناء أداء صلاة الجمعة، وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم. حصيلة القتلى 220، والتفجير استهدف مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر وسط العاصمة الكويتية الكويت، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها التنظيم بتنفيذ هجوم في الكويت. بيان التنظيم المتطرف صدر باسم ولاية نجد فرع تنظيم الدولة الإسلامية في السعودية. التنظيم كان قد تبنى خلال الأسابيع الماضية هجمات ضد مساجد الشيعة في السعودية واليمن. ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في ضلوعهم في تفجير مسجد الإمام الصادق للمسلمين الشيعة يوم الجمعة، والذي نفذه انتحاري وأسفر عن سقوط 27 قتيل وأكثر من 200 جريح وتدمير جدران وقبة المسجد. من بين الموقوفين صاحب السيارة التي ألقت الانتحاري إلى المسجد، بينما ما يزال البحث مستمرا على الشريك في العملية الذي كان يقود السيارة. الكويت قد أعلنت السبت يوم حداد عام وأقامت مراسيم جنازة جماعية للضحايا بعد صلاة العشاء، وكانت التعازي مدة 3 أيام ابتداء من السبت في المسجد الكبير للمسلمين السنة، في إشارة إلى التضامن بين الطائفتين حيث يشكل الشيعة ربع الكويتيين. كما أعلنت السلطات الكويتية السبت تعزيز إجراءاتها الأمنية حول المنشآت النفطية في الإمارة. تنظيم الدولة الإسلامية كان قد أعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري، وقد حث أنصاره الأسبوع الماضي على تصعيد الهجمات أثناء شهر رمضان ضد من يقاتلون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف. إيران أعلنت من جانبها أن 2 من ضحايا الهجوم على المسجد الشيعي إيرانيان. وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم قالت استشهد 2 من مواطنيها كان مقيمين في الكويت في الهجوم الإرهابي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. مرة أخرى أعود إليكم مشاهدي الكرام، مباشرة أعود إلى الدكتور ظافر من الكويت. أهلا بك دكتور معي في حلقة اليوم. يعني بداية، هناك تساؤلات كثيرة، هذا التفجير الأول من نوعه في الكويت بعد تفجيرين طال جامعين أيضا يخص الشيعة بالتحديد لكن في السعودية، يعني بين قوسين كيف لنا أن نفهم هذا الهجوم؟ يعني ما الرسالة الموجهة من قبل التنظيم للكويت بهذا التفجير؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، إرهاب داعش هو نمط من إرهاب ما بعد القاعدة، ويعني هو ما بعد القاعدة بأسلوب تنفيذه وحشيته أو طريقة تزامن العمليات التي يقومون بها. تم هذا العمل البشع في مسجد الإمام الصادق لأسباب عدة، يعني من ضمن هذه الأسباب تأكيد حضور داعش كمنافس جهادي للقاعدة على المستوى الدولي، وبناء عليه أعتقد أنهم سيستمرون في إظهار أنفسهم بتنفيذ عمليات مشابهة بالمنفذ المنفرد او النون وولف حتى ينهي التنظيم حاله الانتشار ويبرز انه قوي مثل القاعده. هذا السبب. الامر الاخر هو ان عمليه الكويت هي تملص استراتيجي لفك خناقه، يعني
طيب. القوات العراقية، الفصائل في سوريا الأخرى اللي اشتبكت مع التنظيم كلها ضيقت عليه، فكان لابد من التمرد الاستراتيجي لبق خناقه والخروج للخارج. هذا الخروج بالعمليات هذه هي أيضا رسائل لأنصاره أنني ما زلت قادر، وأن ما يجري ضدي في العراق أو في سوريا ليس بذلك التأثير، وأنني ما زلت أعمل، وأن العنف خارج القانون الدولي لازلت أمارسه. أيضا هو يريد إرباك خصومه هي الأنظمة العربية، يجعلهم يتفاعلون بشكل ارتجالي. لا يخفى عليك وعلى التنظيم أن داعش لا يحيا أو لا ينمو إلا في المجتمعات غير المستقرة، فهو يحاول أن يخلق له بيئة في الكويت كما في العراق أو في سوريا. هناك أسباب كثيرة، لا أعتقد منها السبب الطائفي وهو تنظيم داعش رأى أن هناك مزاج طائفي في العالم العربي جراء ما يحدث في اليمن، جراء ما يحدث في سوريا أو يحدث في العراق، فأخذ هذه الفرصة كعامل طائفي حتى يؤججها في الكويت. هذه تقديري هي الأسباب التي دفعته إلى الخروج. طيب يعني دكتور، نعم طيب، التنظيم يعني لديه فترة من الوقت قد بدأ بعملياته إن كانت في العراق أو سوريا، يعني باعتقادك لماذا اليوم التفت إلى السعودية والكويت؟ يعني من يعني الدين الإسلامي ومنبعه يأتي من السعودية بيت الله وجارته الكويت، يعني لماذا باعتقادك اليوم يختار داعش لتنفيذ هجمات يعني مثل هذه الهجمات على جوامع تخص بالذات المصلين الذين يتوافدون إليهم من الشيعة؟ يعني باعتقادك ما هو المراد من هذا الموضوع؟ يعني هل تعتقد أنها رسالة موجهة من قبل داعش للشيعة بالتحديد أم للكويتيين بشكل عام؟ فهو يعني ما حدث اليوم في السعودية أو في الكويت يطال أبرياء، ليس فقط لطائفة معينة. في تقديري هو يعلم أن ما يجري لن يؤثر في الكويتيين كشيعة وسنة بأسباب عديدة. يعني أولاً الكويت ليست لها ذاكرة طائفية، نحن لم نقتتل طوال تاريخنا كشيعة وسنة، يعني مع احترامي لشعوب عربية أخرى، يعني لا نستطيع أن نقول لبنان لم تكن في حرب طائفية أو في العراق أو في سوريا أو في مكان آخر، لكن الكويت بالتحديد لم يحدث فيها حرب طائفية. هذا سبب، إذا هي موجهة الكويتيين أجمعين. السبب الآخر هو أننا سقف الحرية عالي في الكويت مقارنة بجوارنا الإقليمي، يعني لدينا برلمان، لدينا صحافة حرة، بين الشيعة والسنة الحوار موجود، وإذا تطور قد يصبح إلى جدل، قد يصبح إلى مماحكات، لكنه لم يصل أبدا إلى تصفية الأمور بالقتل. فهذا ما يجعل ما جرى هو من خارج الكويتية بدون شك، والبصمات واضحة، هذا مما ساعد الكويتيين على تجاوز هذه المحنة، أنه يعرفون ليس من شيمنا، يعني نحن لا نحتكم السلاح فيما لو كان هناك خلاف، وكما قلت لك يعني سقف الحرية أعطانا حيز نناور فيه وكل واحد يخاطب الثاني أو طيب دكتور ظافر، لكن هناك تصريحات دكتور ظافر، يعني اسمح لي أسفل المقاطعة، لكن ثلث سكان الكويت هم من الشيعة، هناك بعض التصريحات التي وردت أن لماذا يتم استقصاد جامع يعني يذهب إليه مجموعة من الشيعة، يعني هناك تساؤلات كثيرة. بنفس الوقت هناك تصريحات لبعض يعني أعضاء في مجلس الأمة الكويتي للسيد عبد الله العضو في مجلس الأمة الكويتي، صرح أنه لم يشهد لحتى هذه اللحظة واحد ولا بالألف من المفجرين الذين يفجرون نفسهم في الجوامع هم من الشيعة. يعني هناك تساؤلات كثيرة يعني حول هذا الموضوع، يعني يستوجب التوضيح، تفضل. أنا لا أعتقد، يعني أنا لا أنظر هذه النظرة أن ما جرى هو التحامل على الشيعة بقدر ما هو خلق حالة فوضى في الكويت جميعها، يعني الإيحاء بأنها مقصودين الشيعة فقط، وأن الكويت مثلا بيئة حاضنة لمثل هذه النوع من العمليات. أنا لا أوافق على هذا الطرح، حتى وإن تحدث أحد وقال ما قال، الكويت كما قلت لك سقف الحرية عالي، بإمكان الشيعة والسنة أن يحسموا أمورهم دون اللجوء لمثل هذه الأمور. ما أريد أن أقوله أن الاستثمار في الإرهاب أو في الطائفية في الكويت، أعتقد أن داعش كانت حسبتها خطأ، وأعتقد أنها ستعيد تقديم أوراق اعتمادها في منطقة الخليج العربي لمريديها إذا كان هناك مريدين،
لأن عملية الكويت كانت فاشلة بمقاييس عدة. يعني الانتفاضة الشعبي كانت كجرعة إيجابية وحدت الكويتيين ورفعت الوحدة الوطنية أكثر مما كانت سابقا. يعني صحيح، أنا أعتقد أن داعش فشلت في هذا الأمر. صحيح. طيب دكتور، يعني بعد 3 أسابيع من تفجير جامعين في السعودية أيضا تابعان لا نريد التحديد إذا كان للسنة للشيعة، ولكن نود أن نحدد، هناك جامعين تم تفجيرهم في السعودية، بعدها تم التصريح من قبل وزارة الداخلية الكويتية بأنها سوف تشدد القوى الأمنية وخاصة على المساجد. يعني إلى أي مدى نريد القول؟ هناك كان بعض الإخفاق في الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن الجامع، جامع الصادق، الإمام الصادق. يعني هل هناك أيضا خطة أمنية موضوعة جديدة نستطيع القول أنها سوف تحد من هذه الظاهرة، وخاصة التنظيم يتوعد اليوم بالكويت؟ أنا لا أوافق على هذا الطرح، لا جملة وتفصيلا. أولا، من قال أن الشرطة الكويتية أو الأمن الكويتي كان مقصرا، هذا يصطاد في الماء العكر، ومكشوفة القضية. هو ما يريده أن يحل محل الدولة وينشئ ميليشيات تدافع عن الشيعة وميليشيات تدافع عن السنة، ونعود إلى أيام الميليشيات، وهذا مرفوض. لن يحل أحد محل الدولة، الدولة لم تقصر. اثنين، لدينا أرث في التعامل مع الإرهاب. العمليات الإرهابية تضرب الكويت من سنة 80، لا يخفى عليك الحرب الإيرانية العراقية وتبعاتها. كانت هناك موجة تفجيرات وإرهاب في التسعينات، تعرضوا للجيش الأمريكي الموجود لدينا بعمليات إرهاب، والآن في مطلع القرن 21. فرجال الأمن الكويتيين يعلمون كيف يتعاملون. يعني وحتى دكتور لنوضح أيضا، الكويت اليوم هو جار للعراق، والعراق غير مستقر أمنيا. يعني استطاع الكويت أن يحافظ على أمنه طول هذه الفترة. القصد أنه من يقول أن الأمن الكويتي مقصر هو يريد أن يحل محل الدولة، وهذا مرفوض. نعم، الدولة تقوم بواجبها ولم تقصر، بدليل وجود رأس السلطة بعد نصف ساعة في مقر الحادث. أمير البلاد المفدى كان موجود في الحادث بعد نصف ساعة بالضبط، رجال الأمن كانوا متواجدين، ثم النتيجة إلقاء القبض على المنفذين جميعهم إلا الذي فجر نفسه. إذن هذا يدل على ان الرجال الكويتيين واعيين مؤهلين قادرين على وقف مثل هذه الانواع. نعم. طيب، الم يكن هناك اجتماع طارئ لدول الخليج؟ هل هناك كان اجتماع او غرفه عمليات بين السعودية والكويت حول هذا الموضوع؟ يعني حسب المعلومات التي وردت فإن المفجر فجر نفسه، هو هويته وجنسيته تقرأ السعودية. يعني ألم تكن هناك بعض المباحثات ما بين البلدين؟ هل هناك أيضا يعني حسب المعلومات غرفة عمليات لهذا الموضوع أم لا؟ طبعا هناك الاتفاقية الأمنية الخليجية. نعم، هناك اتفاقية الدفاع المشترك في الأمور الدفاعية، وهناك اتفاقية الدفاع، أو هناك اتفاقية الأمن الخليجية الأمنية الخليجية للأعمال الشرطية والأعمال البوليسية. فهناك تنسيق عالي جدا. هذا من جانب آخر، أن نقول أنه جاء من السعودية أو جاء من مكان آخر. الإرهاب لا يعرف جنسية. يعني اللي أنا فهمت من التحقيقات أنه كان مفروض ينفذ العملية واحد كويتي، لكنه قال لم يكتمل إيماني فاستوردوا إرهاب من الخارج. فالقضية أن يكون سعودي أو غيره، يعني أعتقد أنه يروج لها ناس، لكن بالسوق متحافظ لا يخدم القضية أو يفسرها. الإرهاب لا يعرف كثير في مثل هذه الأمور. طيب، يعني ألا تعتقد دكتور هناك خلايا نائمة في الكويت؟ يعني أكيد هناك كان تعاون ما بين السعودي الذي قدم من السعودية، وهناك بعض من الخائنين في داخل الكويت حاولوا مساعدة هذا الخائن. يعني ألا تعتقد هناك خلايا نائمة؟ نعم، ألا تعتقد هناك خلايا نائمة في الكويت؟ بدون شك عزيزتي، قلنا ماذا يختلف داعش عن القاعدة؟ هو إرهاب ما بعد القاعدة، لأنه يعتمد أساليب المنفذ المنفرد. نعم، ولو اختلفت الأسماء، ولا يحتاج إلى دعم لوجستيك. لا يحتاج إلى دعم لوجستيك إلا القليل جدا، رجل أو رجلين. يعني وصلوا، أعطوه الحزام الناسف، وصلوا إلى مكان الحادث وانتهت. فمثل هذه العمليات ترى صعب تتبعها، يعني صعب أن تشاهدها رجل الأمن. لكن الخلايا، أنا لا أستطيع أن أنفي عدم وجود خلايا، لكن ما حجم هذه الخلايا، أنا لا أعتقد أنهم بالحجم الذي كان مثلا تمثل خلايا القاعدة أو الجماعات الإرهابية الأخرى، لأن ستايل أو أسلوب داعش هو الخلايا الصغيرة جدا. نعم. طيب دكتور، يعني
ما هو اليوم المطلوب من الكويت لمواجهة هذا النفس اللي يحاول يعني زعزعة الأمن في الكويت؟ ما الذي اليوم يعني بحاجة إليه الكويت اليوم؟ يعني ما الذي سوف تفعل الكويت للوقوف ضد هذه الهجمات الإرهابية؟ شوفي، ما حدث كما قلت لك فيه جانب إيجابي. كان هناك جرعة قلق إيجابية أحيت الأميون أو الحماية بجرعة وحدة وطنية. نعم. فكما قلت يعني هذا جانب إيجابي، أعتقد أن تجاوزنا مثل هذا الأمر. بدون شك أن في مثل هذه الأحداث قد يكون هناك قرارات نابعة كردة فعل أكثر منها تكون قرارات مدروسة منذ زمن، يعني قوانين التفتيش، قوانين جمع الأسلحة، قوانين التضييق على التحركات الجماعات المشبوهة أو مثل هذه الأمور، أكيد راح نشاهد. لكن الكويت الحمد لله لم تتم عسكرة الشارع بحيث نرى نتحول إلى دولة بوليسية، بحكم أن لدينا دستور يحمي المواطن من تعسف الشرطة مهما كان ما يمر به البلد. فاللهم لك الحمد، يعني أعتقد أن تجاوزناها. مضى أسبوع، أنا لا أرى أي مظاهر تدل على عسكرة الشارع أو أن هناك إجراءات خارج المألوف. طيب، يعني سلم الأولويات لنبدأ في مواجهة الإرهاب في المنطقة سيدي الكريم. يعني اليوم الإرهاب لم يطل فقط السعودية والكويت، ولم يطل فقط تونس وليبيا واليمن وغيرها من هذه المناطق وهذه الدول. يعني باعتقادك اليوم داعش إلى أي مدى يحاول السيطرة بأفعاله هذه على دول المنطقة وزعزعة أمنها؟ هل تعتقد أن هذا الموضوع سوف يدوم طويلا، أم سوف يكون هناك تكاتف أممي للعرب يعني لتحاول الوقوف ضد هذا الموضوع؟ يجب أن يكون هناك تضامن ضد الإرهاب، ليس بين العرب فقط لكن المجتمع الدولي. يعني داعش هو نوع من الإرهاب لم نشهده من قبل، نوع متوحش جدا. وبعدين ليس هناك داعشيين، إذا استطيع أقول داعشيين لايت أو داعشيين مخففين، يعني وهناك داعشي انتحاري. أنا أعتقد أن الإرهاب هو فكرة في خطاب، الإرهاب هو تغريدة في تويتر، الإرهاب قد يكون على برأيي ثم يتحول إلى سلاح في يد مجرم. هذه هي المنابع التي علينا أن نتابعها بدون تضييق على الحريات، لكن indication أو كمؤشرات على أن من يطرح هذا الخطاب هو مشروع داعشي أو مشروع شيطاني يجب أن يوقف عند حده. أنا كما قلت أؤمن بالديمقراطية والحرية، لا أريد التضييق على الناس، لكن بإمكان الحكومات أن تعمل من خلال هذه القنوات، أنا المتابعة وتجفيف منابع الإرهاب حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال تجفيف منابع دعمهم المالية. نعم. طيب دكتور، يعني اليوم ما حصل في تونس والكويت بنفس التزامن بنفس الفترة أو بنفس التوقيت، يعني باعتقادك أن هذا الموضوع إلى أي مدى سوف يتكرر؟ يعني ولو أن تكرر في دول أخرى، يعني باعتقادك أنه سوف يحاول التنظيم اليوم تكرار نفس الموضوع؟ يعني اليوم أيضا تونس وجهت القوى الأمنية بالتشدد الأمني على الجوامع، طيب لماذا يستهدف اليوم التنظيم الجوامع بالتحديد؟ كما قلت، هؤلاء الناس الوازع الديني يتراجع كثيرا، أطماعهم تعدت حتى النزعة البشرية، أن يقتل مصلي وهو يصلي يعني مهما كان مذهبه أو دينه، أعتقد أنه أمر مرفوض. أعتقد أن أسلوب عملهم لن يتوقف، سيستمرون في مثل هذه العمليات. يؤسفني أن أقول ذلك، لأن هذا هو الذي جعل أبواب التجنيد مفتوحة لداعش. يؤسفني أن أقول أن وتيرة انضمام الكثير من الشباب لهم مستمرة، وهي لم تستمر إلا بمثل هذه مثل هذا النوع من العمليات التي يجب أن نقف ضدها. نعم. طيب دكتور، سوف نذهب سوية أنا وأنت وباقي المشاهدين إلى فاصل قصير. مشاهدين الكرام، ونعود بكم من جديد.
مرة أخرى أعود إليكم مشاهدي الكرام، لأعود إلى دكتور ظافر مرة أخرى. ما طال الكويت ليس ببعيد عن باقي الدول الخليجية الأخرى، يعني هناك تساؤل جدا مهم سيد الكريم، يعني إلى أي مدى اليوم ما يحصل في العراق وسوريا قد أثر سلبا على باقي الدول المجاورة له؟ بدون شك له تأثير. يعني دعيني أقول لك، للأسف نحن نعيش في بيئة إقليمية سيئة الطباع، يعني أو سيئة الجيرة حتى، فتبعات هذه الأمور يجب أن تصل حتى الدول المسالمة أو الدول التي لا ناقة لها أو جمل فيما يحدث. هذا إذا قلنا أن لا ناقة لها ولا جمل، لكن التشابكات الإقليمية تجعل لكل دولة موقف مما يحدث، مما يحدث في العراق أو سوريا. دول الخليج يجب أن يكون لها موقف معلن، فيجب أن تدفع الثمن. يعني الهجوم على الكويت من قبل داعش هو بسبب مشاركة الكويت ضمن التحالف الدولي الذي يقصد داعش، فهذا مبرر. لكن أن نخاف أو نعيش في حالة هلع، أعتقد أننا لسنا تحت خط الفقر الأمني حتى نصاب بالهلع جراء هذا العمل الإجرامي. يجب أن نقف في وجه هؤلاء المجرمين. أنا ما أخاف منه في تقديري هو ألا نتقاذف كرة التحريض على بعض. لكن دكتور، يعني بعيدا عن موضوع الشيعة والسنة، دكتور اسمح لي، يعني بعيدا عن موضوع الشيعة والسنة، لكن هناك استهداف للكويت، يعني بدأ الاستهداف بجامع، يعني ألا تعتقد ولا تتخوف من أن يطال هذا التنظيم تفجير آخر، يعني مواضيع أخرى في الكويت؟ يعني الكويت كما تعلم يعني متكاتفة فيما بينها، يعني لا نريد أن نتطور بموضوع السنة والشيعة، فهذا غير موجود. اليوم الإرهاب قد يعني أطال أبرياء في الجامع وهم يصلون في بيت الله في شهر فضيل مثل رمضان، يعني ألا يوجد تخوف فعلي من هذا الموضوع؟ نعم، ألا يوجد تخوف فعلي من هناك يعني التنظيم؟ هناك تخوف. نعم تفضل. نعم، يعني من أبسط الأمور أن 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 يصاب إخواننا الشيعة بهذا الأمر هو اتهام للسنة بدون شك، هذا ما أرادوه. فالضرر هو واقع على الطرفين، هو واقع على الكويت برمتها. هل أتوقع أن يجري حادث آخر مشابه، يقوم بعمل آخر مشابه؟ أتوقع أن يتم، لكننا لسنا تحت خط الفقر الأمني حتى نصاب بالرعب. يعني نحن مؤهلين للتعامل مع مثل هذه الشرذمة. وكما قلت، الحادث الماضي أو التفجير الماضي لن يشجعهم على تكراره بتلك السهولة. نعم، يعني حتى استهداف دكتور، يعني قد تكون هناك استهداف لشخصيات في الدولة الكويتية، يعني كما تعلم قبل أيام طال تفجير بمفخخة في مصر هشام بركات، إحدى الشخصيات المهمة في المجتمع المصري. يعني هناك مخاوف أيضا من أن تطال هذه الأيادي الإرهابية بعض الشخصيات المهمة في دولة الكويت، رغم أن كل المخاوف، فقد زار الأمير الشيخ الصباح يعني مقر التفجير ومكان التفجير بعد نصف ساعة من التفجير. يعني ألا تعتقد هذه رسالة أننا ضد الإرهاب أينما يكون، نحن أقوياء؟ يعني إلى أي مدى سوف تكون هذه رسالة قوية أيضا للتنظيم؟ نعم تفضل. أن يستهدف رجال صانع القرار السياسي في الكويت هذا أمر وارد. نعم. بحكم أن الكويت تعرضت لمثل هذا الأمر، يعني كان استهداف رأس الدولة رحم الله الشيخ جابر. نعم. بمتفجرات في موكبه، يعني وفي رمضان أيضا كان الحادث مشابه. فأن يصلوا لصانع القرار السياسي أو رموز الحكم هذا الأمر وارد، لكننا لم نعد بتلك البدائية في الحالة الأمنية حتى نكون مستهدفين من قبلهم. يعني المجتمع الكويتي متكاتف، رجال الأمن مدربين ومهلين لمثل هذه الأمور. نعم. فاللهم لك الحمد، يعني لسنا نحسب حسابهم، لكننا لسنا في حالة هلع يشلنا من العمل أو من التحرك. طيب، يعني أنت بالكويت الآن دكتور، كيف بعد ما حصل ما حصل في جامعة صادق، كيف كانت ردة الفعل من قبل الشارع الكويتي؟ يعني يود الكثير أن يعلم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يودون معرفة ردة الفعل من قبل الشارع الكويتي لما أصابهم هذا المصاب. أنا ألخص لك الأمر في شيء بسيط جدا. تفضل. نعم. المنطقة التي أسكن فيها لم أستطع المرور في الشارع القريب من منزلي، لأن في آخر الشارع نعم بنك الدم الكويتي. جاء الناس من كل
من كل الكويت، من كل المذاهب، سواء كانوا كويتيين أو وافدين عرب أو أجانب، الجميع يريد أن يتضرع بالدم للمصابين. فهذا مؤشر على وقفة أو ردة الفعل الطبيعية من أهل الكويت، سواء من الكويتيين أو من إخواننا اللي يساعدوننا في عملية التنمية. فكان موقف يثلج الصدر، لم نستطع اجتياز الشارع من كثر المتبرعين. نعم. طيب السؤال ما قبل الأخير دكتور، ولن أطيل عليك لفارق الوقت فيما بيننا، يعني إلى أي مدى اليوم يفتح الكويت بابه للنقاش والحوار مع العراق وينسى ما كان فيما بينهما بسبب الرئيس المخلوع صدام حسين بتلك الفترة؟ إلى أي مدى اليوم الكويت يحاول فتح صفحة جديدة مع العراق للتكاتف ضد الإرهاب؟ يعني كما تعلم اليوم العراق حرب مستمرة ضد الإرهاب وضد داعش، يعني لكمح جماح هذا التنظيم إلى أي مدى اليوم هناك توافق وفتح هذا الباب أمام الدولتين للحد من هذا التنظيم؟ أعتقد أن العلاقات الكويتية العراقية تمر بوقت أو بفترة ذهبية. يعني قبل يومين كان السيد مقتدى الصدر في الكويت يعزي، كان هناك أكثر من شخصية عراقية تعزي أهل الكويت بمصابهم الجلل. هذا صحيح. من ناحية، من ناحية أخرى يعني ألخصها لك ببساطة، فيما مضى أو في العشر سنوات الأولى من بعد سقوط الطاغية كان بيننا وبين العراق ما يشبه الجثة. صحيح. أزلنا هذه الجثة من 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 من, من 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 ما يربطنا من مسير او نهر العلاقات الكويتيه العراقيه، فاصبح النهر جاري، واعتقد اننا في افضل الاوقات. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى، في القمه العربيه التي عقدت في بغداد لم يذهب زعيم خليجي، من وجهه نظر ان الحكومه العراقيه غير متعاونه مع الخليجيين، الا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح هو الوحيد الذي ذهب، من باب ان العراق والكويت جيران، ولسنا يعني ليس خيارا بين خيارات. نعم. أن نكون جيران ولا تقام بيننا علاقات. فأنا أعتقد أننا نمر بفترة ذهبية من العلاقات الكويتية العراقية. طيب يعني سؤالنا الأخير قبل أن نختتم دكتور، ماذا عن العلاقات الكويتية الإيرانية؟ العلاقات الكويتية الإيرانية لسنا في حالة عداء، إيران جارة مسلمة. نعم. وجارة قريبة منا، هناك الكثير من المواطنين الكويتيين لهم علاقات قربة مع إخواننا في إيران. المشكلة البسيطة أننا نخاف من نفوذ إيران. نعم. الطموح النووي غير معلن وغير شفاف. صحيح. المناورات بين فينة وأخرى، يعني هناك بعض الأمور التي نعتقد أنها تعكر صف العلاقات مع إيران. أما أننا في حالة حرب، فلسنا في حالة حرب مع إيران. نعم. والقلق من مشروع النووي قلق دولي وليس قلق كويتي فحسب، ومحاولة فرض نفوذها هذا ما يخيفنا منذ أيام الشاه. فأعتقد أن مثل هذه الأمور هي في الجانب الإيراني، لو نعم. ساعدونا على تجاوزها لأصبحت العلاقات من أفضل ما يكون. نعم. إذن يعني في ختام الحلقة دكتور، نتمنى كل الأمن والأمان للكويت وإلى باقي الشعوب بالعالم. إذن رمضان كريم، وشكرا لانضمامك إلينا. كان معنا الدكتور ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج من الكويت. شكرا لانضمامك اليوم في الحوار العربي الأمريكي. شكرا لك. شكرا على استضافتك وجزاكم الله خير. ما قصر. شكرا جزيلا. شكرا لك. إذن مشاهدي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من الحوار العربي الأمريكي. نلتقي الأسبوع القادم بنفس الموعد. إلى اللقاء.